مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لابنه، لا عداره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص في المخيم، ما فيش حدا من المخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا. هدوه، صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. إشي بس مش إشي عن الأمل والهاد، بحكي للشعب الإسرائيلي سنعيش صقورا شامخين ونموت أسودا واقفين. وهاي كل واحد إسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. شارون اجى على المخيم، من كثر ما انقهرت صرت اعيط، لاني يعني كان نفسي شو اجرم فيه زي ما حكوها، اجرم فيه بالمعنى الصحيح. افيش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له انت لشارون؟ اه بقدر له، ليش لا؟ ما هو اكبر منك، بدك تقدري له. انا اكبر منه بارادتي، بقدر عليه بارادتي، بقدر عليه اني بدي ادافع عن وطني، بقدر عليه انه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفه، يعني معرفه معرفه. بقدر عليه لانه شتتنا، خلى كل واحد بجهه. بقدر عليه لانه ما خلاش بيت بالمخيم الا وهدمه او يتضرر منه يعني. لو معكم مليون دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهم حتى يسعف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم. وأنا نفسها بننتوهم يعني بننتوه للوكالية عشان يتبرعوا للناس، وسأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم، يرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان، عشان يشتروا دم. ولو كان معي انا دم كنت كبيره يعني دم قوي بتبرع لهم. يعني انا لما اقاتل عدو واشي بكون كلب قاسي؟ لا، انا بدي ادافع عن وطني، بدي ادافع عن مخيمي. بعدين يعني احنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا اذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس انا مش راح اعمل سلام. صحيح انا طيبه ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم اجوا على ارضنا، احنا بندافع عن ارضنا. انت لما يسلم، نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابننا كل اشي عنا. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا ننجب اطفال وننجب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راحوا، من ناس زيهم. هذول الجبنة ما خافش منهم، زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية. قال لهم يجوا بس يشوفوا على المخيم.
خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلم اسرائيل على القدس على كل شيء لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمه، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان. لما يعني بعد اللي شفته اي حياه بدي اعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي اي حياه بدي اعيشها، ما فيش حياه. المخيم عباره عن شجره طويله طويله شامخه، كلها عباره عن اوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي احكي لهم اليهود صحيح فاتوا طلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل اشي يعني بالنسبة مش الي بس، لكل الدنيا، لكل اهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا. يا ريت يعني مناي اني ارجع البيت.